السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع وهران لنقف على الأشغال نتاع التهيئة نتاع الحديقة الحضارية التي تم يعني قرار إنشاؤها في المكان اللي كان فيه باطمة ما يسمى بباطمة الطليان. إن المنطقة هذه سوف تحول إلى حديقة، وهنا الوالي ولاية وهران زار الأشغال اللي بدأت يعني في يعني شهرين هذو بدأت الأشغال انتع الحديقة هذه الحضارية لتقع في إذن الحي اللي كان فيه باطمة الطليان. أترككم تتابعون يعني تقرير عن هذه الزيارة، والسلام عليكم.